11 دقيقة على ميد راديو دائما في الاستماع البرنامج اللامولاتي. وصلنا للتواصل المباشر اللي كيجمعنا بكم يوميا من 11 ل 12، وغادي نفتتحوا بأول مكالمة معنا من الدار البيضاء. معنا السعدية على الخط. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله السعدية. الحمد لله، الله يبارك فيك. ولا سمحتي عافاك غير في الراديو باش نسمعوك مزيان ونتعرفوا عليك أكثر. بغيت أخلاق. أيه مزيان. الله يخليك. مين بغيت إعادة إدراج ديك البنية اللي كانت عطات واحد السيدة ما عرفتش. أيه البنية كانت عطات لنا عيشة السعيدي. أيه مين عرفت لها عطات حريشة صغار ديال الفرن. أيه عطات بريوش وعطات البنية. واخا. مهم أنا خديت الوصفات ولكن ما خديتش داك الشيء مكمول. أيه واخا. بغيت الله يخليك لك كان ممكن تعاوديهم لي. الله يعطيك الصحة. واخا. ثلاثة ديال الاقتراحات اللي كانت عطات لنا عيشة السعيدي. كانت هي آخر متصلة في الأخر. يلا غير تبعي معنا لأنه هي مستمعة وفية وأكيد إن شاء الله قبلت الخط وغادي تواصل معنا. واخا الله يخليك لك. ممكن بغيت لكن شي حاجه بالنسبه لي بيرجيتور. اييه. وينقص الوزن من مناطق معينه في الجسم. واخا. الله يعطيك الصحه. الله يبارك. ممكن حتى مشكل. مرحبا بتواصلك معنا على راس العين ان شاء الله. طلباتكم اوامر. اييه واخا سعدي. غير تبعي معنا ونتمنى لانه نداء بالنسبه لعائشه السعيدي اللي كان وجه لها تحيه كبيره ونشكرها بزاف على تواصلها الدائم. نتمنى ان شاء الله لانه ترجع تعطينا هذه الاقتراحات اللي كانت قدمت لنا البريوش والحريشات ديال الفران والبنيه طريقه التحضير ديالو. نبقاو دائما مع احبابنا في الدار البيضاء. معنا زينب على الخط. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام زينب. كي دايره سناء؟ لاباس الحمد لله. تشكركم على هذا البرنامج وشكر لبنى على الاستقبال وشكرا للضيوف اللي كنا معاكم. ايه انت عندي غير واحد السؤال. انا مشيت لبحرت برونزي بزاف والاطول سمراء وبغيت كيفاش نحيد البرونزاج. انا وتبنتي صغيرة عندها 6 سنين ما قدرتش ندير لها شي حاجه اللي اييه. واخا حنا غادي نشوفو معاك وغادي تحيد. والمهم صحتك انت وبنتك. المهم تفوجتي مع راسك وتبحرتي. واخا زين. اييه الصراحه ملي الواحد تيكون حدا البحر تيعجبو داك اللون وكيجي مواتي مع البحر ومع داك الجو. ولكن ملي كترجع فعلا ملي كترجع للخدمه ولا ملي كترجع للدار كيجيك داك اللون راه معيق بزاف. واخا واخا زين ما كاين حتى مشكل ان شاء الله. سمعينا و حوري كانت عطات واحد التبريمه اللي قالت لك مزيانه اللي ممكن بالنسبه للناس اللي كيرجعوا من العطله الصيفيه من الصيف ممكن يديروا هكا في الحمام. واخا ان شاء الله غادي نعاودوا نذكروا بها هذا الاسبوع. معنا كريمه من سيدي قاسم. بالنسبه لعزيزه انقطع الخط نتمنى انها ترجع تواصل معنا. عزيزه كانت وصلت معنا من اكادير. الو. اذا مرحبا اتصلتكم الهاتفية المباشرة دائما ساعة التواصل المباشر من 11 ل 12 على 05 22 46 52 51 52 53 او 05 22 43 00 09. انقطع الخط بعزيزة من اكادير. غادي ناخذ خديجة من الدار البيضاء. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله خديجه. كيداير سناء؟ لاباس. الحمد لله بارك الله فيك. الله يسلمك. مرحبا بسلامك. كنت واحد الوصفه كانت قالت الكنسه. اييه ديال البصله مع الماء ديال زمزم. اييه. الله يجزيك بخير فاتك تعاودي عليا. الله يخليك. واخا واخا ان شاء الله. اكيد انه خالتي كنزه في الاستماع ونتمنى ترجع تواصل معنا ان شاء الله. بالنسبه الوصفه اللي هذيك الوصفه اللي كانت قلت لكم كلشي بيد الله المساعده على الانجاب اللي فيها البصله والماء ديال زمزم اللي كتخاد يوميا. واخا على راس العين خديجه غي تبعي معنا. وتحيه خالتي كنزه نتمنى انه ترجع تواصل معنا. نمشيو لسيدي قاسم. معنا كريمه على الخط. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام كريمه. لاباس. الحمد لله. كيدير الناس ديال سيدي قاسم كلشي مزيان. كيسلم عليكم. الله يبارك فيك. سلم عليهم بزاف. عليهم السلام. مرحبا. لاباس عليكم بعدا كاملين. الحمد لله. والله الحمد لله. عفاك بغيت واحد الطلب. اييه. كان واحد الملاوي كانت دارتهم ليلى ام ياسين في رمضان. اييه اييه. وما كانش انا ما كنتش ديك الساعه في الخدمه ما عنديش لاجوندا باش نقيد. واخا. وعافاك واحد العصير غنعطيه ليكم. اييه تفضلي. كناخذوا 2 كيلو ديال الخوخ. خوخ ولا مشمش على حسب شنو بغينا. كنقطع كنحيدوا ليه القشور العظام. اييه. كنديروه في الكوكوط. كنديروا مع واحد ربع ديال سنيده على حسب ربع اما قل اما اكثر. كنديروا معاه 2 كيسان الماء. اييه. كنسدوا ليه في كوكوط واحد على ملي بدا يصفر 5 دقائق. يعني في 2 كيلو ديال الخوخ مقشر بلا العظام ديالو ربع سنيده و 2 كيسان ديال الماء ونقفلوا عليه الكوكوط وفي الصفاره. وكنسدوا عليه واحد 5 دقائق. ملي كتصفر كنحسبوا 5 دقائق صافي. كنعاودوا نطفيو ونخلوه يبرد شويه. كنديروا في الميكسر. اييه. كيتطحن كنديروا كل كاس ونص
في البلاستيك. ايه البلاستيك ديال الفريجو ديال المجمد. ايه كنديروا في كل كاسونس كندخلوه للكونجيلاتور كيبقى فيه الماء كنبغيو نعصرو كنزيدو عليه كاس ديال الماء ونسطرو ديال الحليب. كاز الماء والسطرة ديال الحليب. كاز الماء والسطرة ديال الحليب. إيه هذه تاهي طريقة مزيانة بالنسبة للعصير. كيجيو اللي جعلنا هكا على غفلة كتخرج. قلت لك اللي جعلنا في الضيف على غفلة كتخرج هذيك على فعلا واخا حتى هذه طريقة مزيانة وطريقة سهلة. قلت لنا غير جوج كيلو ديال الخوخ في الكوكوط مع ربعة ديال سنيدة مع جوج كيسان ديال الماء ونقفلوا عليهم في الكوكوط يعني في الصفارة. مجرد ما تصفر نتسناو نحسبوا واحد خمسة ديال الدقائق وندفعوا عليه ومن بعد هذاك الخوخ كنطحنوا في الميكسور وكنبداو نهزوا تقريبا كاس ونص ونديرو في العنبة كنديروها كاس ونص نديرو في البلاستيكات. اي البلاستيكات ندخلو الكونجيلاتور منين بغاو نستعملو كنضيفو ليه قلتي لنا الماء كاس ديال الماء تقريبا كاس ديال الماء ونسطرو ديال الحليب اوكي يعطيو عليا باش كيعطي الكمية. الحين كنطحنو بزاف حتى تطلع ديك الرغوة مزيانة وكيولي اللون ديالو بيض. اي تبارك الله عليك كتجي ديك تنسيم هاد الخوخ غالبة. الله يعطيك الصحة مشكورة كريمة. وحنا اي وحنا غادي نجاوبو على الطلب ديالك بالنسبة لهذوك الملاوي اللي كتقدم لنا ام ياسين. تفضلي كريمه ما عندك شي اضافه؟ نو ما عندي حتى شي اضافه غير بغيت زعما نقول لك هذه راه كت على هاد الملاوي اختي كتقول اختي كتاكد كتقول لي عافاك لما قولي لهم واخا كوني هانيه. اييه واخا على راس العين واخا ما كان حتى مشكل. تحياتنا للاخت ديالك وان شاء الله اكيد الاذن لله ام ياسين في الاستماع ان شاء الله وتقدم لنا اليوم هاد الاقتراح ديال الملاوي اللي كتقدمات لنا هذه مده. ناخذ مكالمه اخرى من سيدي قاسم شي صويره معنا حريه على الخط. الو الو حريه. الو السلام عليكم. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. كيداير؟ الله يبارك فيك. مرحبا بالناس ديال الصويره. مرحبا بك حريه. بارك الله فيك اختي انا كنشكركم بزاف على البرنامج الرائع. الله يبارك فيك رائع بكم الحمد لله. اختي عندي واحد السؤال. ايه بغيت شي وصفه لتبييض مناطق الحساسه. واخا ايه نرجع نقدموا دوك الوصفات لتبييض المناطق الحساسه واخا يسمعينا ان شاء الله ونجاوبوا على الطلبات ديالك. نشكركم اختي بزاف على هذا البرنامج. الله يبارك فيك. مرحبا بالاستماع ومرحبا بالوفاء ديالك. غير سمعينا اكيد وبخي دائما صديقه وفيه جميع برامجنا ان شاء الله والمزيد من الاستفاده معنا باذن الله. شكرا. الله يبارك فيك. صباحك مبروك حوريه من الصويره وطلبات وصفه لتبييض المناطق الحساسه اكيد ان شاء الله غادي نقدموها لك عما قريب. خديجه من عين حروده. الو 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 صباح الخير سناء. صباح النور خديجه. لاباس عليك اش اخبارك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. وحشناك بزاف. توحشك الخير بارك الله وفيك. شكرا لك بزاف. كلشي بخير الحمد لله. مرحبا بسلامك. الحمد لله كنشكرك بزاف على البرنامج. العفو شكرا لك. وبغيت اختي الله يخليك شي وصفه لان البشره ديالي ناشفه بزاف وعندي ليطاش في وجهي وما عرفتش شنو ندير. عندك ليطاش في الوجه ديالك يعني ليطاش اللون ديالهم؟ ما معيقينش بزاف ولكن المهم مع بشرتي ناشفه بزاف. اي حاجه درتها ما كتوقع. كتشربي الماء؟ كتشربي الماء بزاف؟ كنشرب الماء كنشرب الماء بزاف. يمكن كنشرب شي دواء وقيلا ولا ما نعرف يمكن واش هو ما عرفتش انا مناش. واي صابون غسلت فيه كيزيد ينشف لي وجهي. اي صابون. انت اصلا يعني كتاخذي شي دواء؟ كنشرب شي دواء ديال لينا. واخا ما عرفتش شنو ما عرفتش. ايه واخا يعني ممكن ترجعي للطبيب ديالك وتسوليه مثلا تقول ليه مثلا بانه راه لاحظت لانه مجرد ما كناخذ مثلا هاد الدواء بديت كنتبعو وكنحس براسي انه راه واش عنده شي علاقه وشوفي دوك لي زيفي ديالو واش عنده شي اثار جانبيه. لا الواحد غير سول ديك الساعه ملي يقول لك مثلا هادي بشو الا كان مجهد عليك غادي ينقص لك منه فهمتيني. لانه دائما الدواء تيكون عنده علاقه ب يعني حاجه كتكمل حاجه وحاجه يعني عندها علاقه بحاجه يعني ممكن يعني, يعني فرضيه. ايه ممكن ما فيها بس سولي لانه انت كتشربي الماء الحمد لله التغذيه ديالك مزيانه الحمد لله. شويه ماشي بزاف شويه ما تناكلش بزاف شويه وصافي. انا غادي نطرح التساؤل ديالك عند حوريه ان شاء الله غير سمعينا باذن الله ومع ذلك ما فيها بس واحد يسول الطبيب ديالو عاود يرجع يستشري معاه. واخا واخا شكرا اختي سناء. كاين حتى مشكل صباح مبروك ما تغبريش علينا ونتمنى تكون على خير دائما خديجه من عين حروده. غادي ناخذ مكالمه ومن بعد غادي نديروا فاصل غنائي نخليكم تنشطوا شويه مع اختيار غنائي. مليكه. الو اهلا سناء. اهلا مليكه لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. كلشي لاباس؟ كلشي على خير بارك الله فيك. تحياتي لك ولطاقم ميد غاديو كامل. مرحبا بسلامك شكرا لك. انا سمعتك بغات شي وحده بغات لا جينواز. اييه انا عطيتك لا جينواز اللي كانت عطيت في رمضان. واخا والله العظيم ما كتصدق من داك الشيء. اييه الخير لك. اييه بلا ما تحلفي لنا حنا عارفين تبارك الله حادقه. كانت عندها عيد الميلاد قالت لك غدا ولا مع السلامه. اييه واخا انا غنعطيها لا جينواز. فيها ثلاثه البيضات. ثلاثه ديال البيضات. وكاس العنبه ديال الدقيق. كاس العنبه ديال الدقيق. وخماره ونص. خمارة ونص.
وكاس لاروب ديال السنيده. كاس لاروب ديال السنيده وكاس لاروب ديال الزيت. كاس لاروب زيت شويه ديال الملحه ودانون طبيعي صغير. ياغورت طبيعي صغير. نعود المقادير الى سمحتي بالنسبه ديال لا جينواز. اي باش السيده تقيدها ان شاء الله. تفضلي. ثلاثه البيضات كاس العنبه ديال الدقيق وخماره ونص وكاس لاروب ديال السنيده وكاس لاروب ديال الزيت شويه ديال الملحه ودانون طبيعي صغير. ياغورت كنخلطوا كل شيء في الخلاط الكهربائي ما عدا الدقيق والخميره. كنخليهم حتى الاخر عاد نزيدو صافي. كنديروا لاطافينه كنديروا فيها البابي ديالها وندهنوا بالزيت والخويره كنسبحوها مزيان راه كطلع زوينه هاد لاجينواز. مية بطريقة ديالها سهلة الله يعطيك الصحة ومجربة. أييه بالاقتراح اللي بغات والكلمة اللي عندها. واخا إلا سمحتي بالنسبة إلا سمحتي مازال مسجلة الكلاص ديال البارح لأن المستمعة كانت طلباتو. أييه واخا إلا سمحتي ديال الليمون. ديال الليمون. أييه بلاتي غنعطيه. واخا بشوية عليك ونشكرك بزاف. أييه هما دابين لأنه كذلك حتى عائشة السعيدي ترجع تواصل معنا بالنسبة للبنية والحرشات ديال الفران وليلى أمية سي حتى هي اللي كانت طلبات المستمعات الملاوي واللي الأخت ديالها كتأكد عليها الله يخليك. فنتمنى لأنه ليلى أمية سي تواصل معنا اليوم. ملكة مشكورة قدمت لنا لا جينواز. بلاتي نقلب لك باش نعطيك. واخا بشوية عليك لأنه حنا اللي لأنه الله يحسن العون واحد شحال قدام واحد شحال قدام. لا لا هو مزيان. هو فعلا والله الا لانه انا متاكده لانه بما فيهم انا يعني كثير من السيدات اللي في العشيه كيوجدوا هذا الشيء هكا كنبغيو لانه حتى حاجه ما لا انا كل حاجه ما تكون ناقصه. اي حتى حاجه ما تكون ناقصه فعلا. واخا ريتما انه تبحثي لنا على هذا الكلاص ديال الليمون غادي نعاود نذكر بلا جينواز اللي عطيتينا باش تكون فرصه للمستمع انهم يسجلوها. اذا لا جينواز ديال الملكه مشكوره رشيده كانت عطاتنا جينواز بطريقه مختلفه وناخذوا دابا لا جينواز ديال الملكه فيها ثلاثه ديال البيضات كاس ديال العنبه ديال الطحين خماره ونص ديال الحلوه كاس لاروب ديال السنيده كاس لاروب ديال الزيت شويه ديال الملحه وواحد ياغورت اللي هو طبيعي يكون صغير في الحجم ديالو ماشي الكبير. هادو هما المقادير ديال لا جينواز. غادي نعاود قلنا ثلاثه ديال البيضات كاس ديال الطحين كاس العنبه العبار خماره ونص ديال الحلوه كاس لاروب ديال السنيده مع كاس لاروب ديال الزيت شويه ديال الملحه ياغورت طبيعي يكون صغير. هادو كلهم كنديرهم في الخلاط الكهربائي قالت لنا الا الطحين والخماره هذه باينه يعني في الخلاط الكهربائي كنديروا البيض والسنيده والزيت والياغورت وديك شويه الملحه وملي كيتخلطوا مزيان هاد المقادير كنفرغوهم في واحد الاناء وكنضيفوا ليهم ديك كاس ديال الطحين قياس ديال العنبه مع خماره ونص ديال الحلوه وكنحركوا مزيان كنحصلوا على واحد العجين اللي هو مرخوف وممجموش بزاف ومرخوف يعني بحال ديال الكيك. ومن بعد كنديروا اللاطه اللي كتدخل الفران فيها البابيي سولفوريزي باش ما يلصقش لينا وكيسهل على انه نتحكموا في هذيك لا جينواز وكنفرغوا هذا العجين وهي ما كتحتاجش للطياب بزاف. وكيف قالت على انه على حسب الكريمات اللي عندنا لا شونتي عندنا كريم باتيسير الفواكه اللي عندنا والفواكه الجافه ونزينوها بالطريقه اللي بغينا. اذا الو اذا كاين فاصل اعلاني غادي نديرو فاصل اعلاني نرجع دائما استقبال مكالماتكم الهاتفيه بقوا معنا غاديو دائما في الاستماع لبرنامج اللامولاتي برنامج المراه بامتياز. نرجع لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه وقفنا عند ملكه مشكوره اللي عطاتنا الاقتراح ديال لا جينواز ونقطع الخط. نتمنى ان شاء الله هذا الاسبوع ناخذوا الاقتراح الثاني ديال الكلاص اللي كانوا طلبوه واللي قدمت لنا ديال النكهه ديال الليمون. نتمنى ان شاء الله نرجعوا نجاوبوا على الطلب ديال المستمعه اللي كانت طلبات الكلاص. غادي نرجعوا دائما استقبال مكالماتكم الهاتفيه. معنا مكالمه اخرى معنا خالتي كنزه. الو معنا سعاد. الو سعاد سالفت لك. لا لا لانه كاين شوفي كاينه سعاد ومن بعد كاينه خالتي كنزه اللي كنوجه لها تحيه كبيره. صافي خالتك سعاد ماشي لا 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 تفضلي تفضلي. كيف اختي لاباس عليك؟ اييه الله يبارك فيك الحمد لله. الحمد لله ربي يخليك. بارك الله فيك. الله يخليك. بغيت نسولك بعدا كنشكرك على البرنامج ديالك. العفو الله يبارك فيك. عافاك وبغيت نسولك على شي وصفه ديال تساقط الشعر. وصفه لمنع تساقط الشعر. تكون افيكاس. واخا يعني شنو عندك الشعر كيتساقط يعني من بعد الولاده ولا؟ لا لا اختي انا باقا اصلا باقا كنتزوج. واخا ان شاء الله الله يكملك بالخير ان شاء الله. بارك الله فيك. واخا ما كدير لا ترطيبه لا والو؟ لا والو. كان صباغة عادي. وحسيتي دابا بدا كيتساقط؟ لا 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 ل
كيف بدا كيتساقط وضعف ليا بزاف هو طويل ولكن بدا كيتساقط وضعف ليا بزاف واخا لوك يعني الخميس اللي فايت كانت عطات وصفات اللي هما ممتازين ديال الورق ديال الجرجير وديال العلف ديال التمر غير ما سجلتيهمش معنا كنظن ياك لا ما كنتش معكم كان عندنا شي حاجه وما كنتش كاع في السيمانه كامله واخا سعاد واخا سعاد ان شاء الله غادي نعاودو نرجعو نذكرو بهاد الوصفات من عند حريه اختصاصيه التجميل غير سمعينا باذن الله واخا شكرا العفو صباحك مبروك سعاد ناخذوا معنا عيشه من الدار البيضاء سناء الو الو سناء اهلا بك لاباس عليك لاباس عليكم الحمد الله يبارك الله يبارك فيك بارك الله, الله فيك عمرك. بارك الله, الله فيك السيده بغات البريوش وداك الشيء اييه والحمد لله تقريبا كاع المستمعات اللي كانوا طلبوا اليوم الحمد لله مليكة عطاتنا لا جينواز اييه تحيه ليها اييه خالتي كنزه مازال معنا على الخط ونمشيو الاقتراحات من عندك إيه؟ بالنسبه باش غادي نبداو الاقتراحات اللي كانوا طلبوا المستمعين اييه كانت طلبات هو كاع المنيو اللي كنت عطيتينا عطيتينا بنيه وحرشات فران والبريوش واخا الله يجازك بخير ما كاين مشكل الله يودي حنا في الخدمه بارك الله فيك حنا وياكم راه بحال بحال الحمد لله بارك الله فيك عندنا حريشات عندنا كاس ديال الزيت اييه وكاس معمرش بالزيت وكنزيدو عليه شويه زبده وكاس ديال الحليب كاس ديال الحليب ومليحه شويه الملح وكاس ديال الزيت لا يا كاس معمرش ديال سنيده اييه واخا وبيضه وحده جوج خمارات جوج باني اييه جوج معالق كبار ديال الزبيب 125 غرام ديال الكوك اييه و 125 غرام ديال الفور 200 غرام ديال السميده رقيقه اييه صافي كنحركوا هادشي كله كنخلطوا كالعاده كنخلطوا كنديروا السميده وكنبسبجوها شويه داك الزيت حتى كيدخل فيها كنزيدوا عليك البيضه وداك السنيده والحليب وحتى كنكملوا داك المقادير اللي عندنا صافي ملي كنجمعوا المقادير كلها كنشدوا لاطا كندهنوها بالزيت وكنرشوا عليها شويه السميده كنبقاو نكوروا ديك الكويره كتجي جاريه شويه اييه كنكوروا ديك الكويره كندوزوها من السميده هذيك شويه مويان وكندور مرضخ تنهزوا على هكا بالجد باش كتجي محلوله في اللاطا اييه صافي وكندخلوها الفران راه كتشق من الفوق شويه كنشعلوا عليها من التحت راه كطيب كتجي غزاله اييه حتى كتحل شويه من الفوق أيه. عندو حريشات في الفران يعطيك الصحه عندي بيني قلنا عندنا معلقه ديال خميره الخبز معلقه ديال الخميره المعجونه كبيره ولا ثلاثه زلايف ديال طحين الفرن ثلاثه زلايف ديال دقيق الفرن قبسه ديال الملح قبيسه ديال الملحه كيس فاني كيس واحد ديال الفاني بيضه وحده كاس زيت مخلط مع الزبده كاس ديال الزيت مخلط مع الزبده شويه زعفران ملون الا كان ما بغاش يكتب بلاش كاس كبير ديال الماء وكاس كبير ديال الماء كاس كبير ديال الحليب والحشوه راه اما اللي عجبوكم الكونفيتير ولا الكونفيتير ولا اللي حسب بالنسبه كاس كبير ديال الماء والحليب الكاس العنبه ولا اللي كبر منه لا اللي كبر منه اللي كبر منه صافي كنخلطوا العجين ديالنا كله صافي كنخليوه شويه مرخي ما تيكونش قاسح تيتهز بغيت تزيد ليك مزيان تتبدل مزيان صافي كنهزوها كنخليوها تخمر شويه حتى كتبان لينا تخمرات واحد 15 دقيقه ولا 20 دقيقه صافي وكنبداو عاد كندير نخرجوها دي بول من يدينا اييه وعاد كنقرصوها انا ما كنديرش المدلك ما كنديرش المرش لا باش ما كتضيع لكش العجينه كاع بالكل غير كتدير دوك الكريسات كدوزي كتقرصيهم مزيان صافي كتغطيهم كتخليهم ثاني يزيد واحد شويه الخميره صافي كديري الزيت ديالك كتزقي تلوحي دوك دوك الكريسات اللي عندك وكتبدي تضربيهم شويه بالزيت من الفوق بحال هكا بالمعلقه راه دغيا كيتنفخوا كتقلبيهم كتحطيهم في ورق المنشف خاص بارك الله عليك الله يبارك فيك عندنا ورا بريوش بريوش ايه عندنا ان شاء الله كيلو الطحين ايه يكون شويه جيد ونزيدو اكتفينا بداك القدر نزيدو على بغينا نزيدو واحد 100 غرام كيلو الطحين و100 غرام مليحه ايه كاس ديال سنيده ديال العنبه معلقه كبيره كسور الليمون محكوكين ايه كاسه البيضات جوج معالق كبار ديال الخميره ديال الخبز كيس ديال الخميره ديال الحلوه كاس كبير ديال الليمون وكاس ديال الزبده كاس ديال الزبده اييه وجوج اصفر بيض وسنيده ومعلقه ديال القهوه سريعه الذوبه اللي تزين هذو اللي بغينا نزينو بهم من الفوق صافي تناخذو القصريه ديالنا كالعاده وتنديرو تنجوفو الوسط ديالها كنروحو كاع المقادير اللي عندنا وعاد كنديرو السوائل باش كنجمعوها اييه صافي ملي كنجمعوها كنخليوها ترتاح ثاني واحد شويه واحد 15 دقيقه مغطيه عاد كندوزو ناخذو نديرو دوك لي بول بيدي يدينا وندهنو كندهن الطاوله نحطوها فيها ونغطي واحد شويه حتى تبان لينا خمرات
عاد كندهنوا الوجه ديالها بقهوه سريعه الدور مع واحد الصفر بيضه صافي. كن اما لو نرشو جنجلان نرشو ما بغيناش نخليوها كتكفي وباك صافي. كندخلها للفران كنخرجوها كتجي كتنفخو كتجي غزاله مع لوكو ديال الليمون كيجي فيها زوين. يعطيك الصحة تبارك الله عليك. كنشكرك بزاف على إعادتك لهذه الاقتراحات اللي كنتي قدمتي لنا هذه يومين. وأكيد إن شاء الله نعرف عندك الاقتراحات ديال أنواع ديال الكيك بطرق مختلفة. إن شاء الله الأسبوع المقبل تواصلوا معك شي وتلا مولاتي باش يكون عندنا فرصة أننا نسجلوا المقادير مضبوط أكثر. صباح مبروك. الله يبارك فيك. شكرا لك بزاف. نتمنى أنه تكون استعدي على السفل الاستماع وتكون يعني سجلت معنا لأنه هي اللي طلبات هذه الاقتراحات ديال عائشة السعيدي. بقات لنا غير الاقتراحات ديال كريمة من سيدي قاسم اللي كانت طلبات الملاوي ديال ليلى أم ياسين. نتمنى إن شاء الله ليلى أم ياسين تواصل معنا قبل ليلى الخط. غادي ناخذ مكالمة أخرى. ألو. وعليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك خالتي كنزة لاباس عليك. الله يطول عمرك. صحتك لاباس. وحدك الخير. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. كنحيي بزاف ونحيي كل ميت غاديو كنحيي الصابير كنشكرو بزاف الأخت لبنى والعطاري والرمداني حتى النهاية. بارك الله فيك. دائما هذه البداية ديالك. وكتسلم عليك بزاف الحاجة بهيجة. إيه بلغي لها السلام كبير. وكنشكر بزاف ليلى أم ياسر على حسن الاستقبال وعلى على الفقات الغزال ديالها اللي كنقول للمستمعين تعطيهم الروسيطة ديال ذاك الفقات. إيه وليلى أم سارة تي كنباركوا ليها المولود المولود ايه الحفيد ديالها فاطمه من راشيد اللي كتسمع لكم الاصدقاء اكثر بزاف حوريه وكلشي الاصدقاء اختي. وانا سمعت قويله وسمعت واحد الاخت بغات هذيك الوصفه اللي قلت لهم انا من الماء زمزم لكن ممكن نعطيها اختي هي اللي عندها واحد الوصفه. واخا تفضلي. شكرا لك اختي سناء. انا غير قلت هذاك النهار وراه المستمعين بزاف اتصلوا بيا وفهموا كيفاش انا غادي نستعملوها. هي سهله وكما كنتم توكل على الله هادشي اللي كاين. غادي ناخذوا غير معايا القمعيلقه ديال الماء ديال زمزم. الماء زمزم راه ما كاين احسن منه. ناخذوا معيلقه نكبوا فيها هذاك الماء زمزم وناخذوا شويه البصله نحكوها من فوق من هذيك المعيلقه ونشربوها على الريق 3 ايام متابعه. ما فيها حتى شي حاجه. 3 ايام متابعه ناخذوا وتوكل على الله. اي حاجه راه كيكون السبب على اي كان. فهمتي يا اختي؟ ايه صافي هذه هي اللي كاينه دابا. وغنعطيك واحد الوصفه ديال البشره الجافه لكن ممكن المستمعين يستافدوا منا. واخا اييه غادي ناخذ. واخا خالتي كنزة قبل كنبغي نوجه تحيه كبيره للفنان الكوميدي ديالنا القدير اللي دائما كيمتعنا بالابتسامه السي حسن فلان اللي جانا للاستوديو. نتمنى على كل خير. كنشكرك بزاف ومرحبا بك دائما. دابا ملي شفتك غادي نزيدو نضحكوا. الله يخلينا ديما ضاحكين مع المستمع الاوفياء. حتى هو كيبلغ لكم السلام. فتحياتنا لحسن فلان الممثل ديالنا. غادي نرجعوا لك اختي كنزة تفضلي. بارك الله فيك. وكنحيي الحاج فلان اييه صديق ديالي وتقيت معاه في مره ماشي جوج بدو دين والصراحه متعنا وضحكنا في ناس الحومه في رمضان. هو راه كان حلاق رائع اختي سناء. ياك راه كان احسن حلاق. اقول لي معك كنزة البرنوسي راه كيعرفني بكنزة البرنوسي. اييه واخا كنزة البرنوسي كنسلم عليه وعلى الوليد ديالو. الله يبارك فيك. الله يسول ولا كيمتعنا اييه الحمد لله. وقال لك من شبه أبا فما ظلم. وعائله كلها عائله عائله فنيه الحمد لله. واخا نرجع الموضوع ديالنا تفضلي. غادي نمشيو على العزيزه ديالي الوصفه قلنا ديال البشره الجافه. غادي ناخذوا نص ديال لافوكا. غادي ناخذوا نص ديال الخوخه. غادي ناخذوا نص ديال الخيارات تكون رقيقه وتكون راه ما عارفين داك الخيار ممتاز. غادي ناخذوا ربعه الوريقات ديال الخس. غادي ناخذوا معلقه ديال الروز. الروز يكون مطحون. غادي ناخذوا معلقه ديال الحمص مطحون. غادي ناخذوا جوج بيضات غير البيض ديالهم. هاد الصنطه السي فلان هذه راه وصفه ديال الوجه. مشى فلان. مشى مرة في الاستماع. مشى من الاستوديو. ما بقاش كنشوفو فيه. يلا لذيذه. غادي ناخذوا معلقه ديال ايغورت مسوس. طبيعي واخا. هذه بالنسبه للبشره اللي عندهم ناشفه. البشره الناشفه هذه كننظفوها وكتعطينا ديك اللمعه يعني ديال البشره. فيها لافوكا والخوخ والخيار. نعم ياك. وريقات ديال الخس ربعه. وريقات ديال الخس والروز مطحون معلقه منه ومعلقه ديال الحمص مطحون وجوج ديال البيض ديال البيض ديال البيض. ومعلقه ديال ايغورت مسوس. معلقه ديال ايغورت مسوس. هذه اكثر دابا البنات مساكن مشاو للبحر الوجه ديالهم شف ليهم. وكاين الوجه ديالي اللي بدا كيتقشر ليها كاع. هذيك اللي خذت الماسك هذا زوين كيغذي البشره وكينظفو كيخلي واحد الزيوت كتخرج من داك. حنا عندنا واحد المناسب في الوجه ديالنا راه كيسدو بكثره الغبره وكثره. غادي ياخذوا هذا الماسك كله غادي يديروا في واحد الخلاط الكهربائي ويدوروا هذا الماسك هذا العصير كله اللي حنا غنقولوا عصير ياك ولا عصير. وغادي نديروا في واحد الصبيره وغادي نديروا في الثلاجه ما يفسدش وخا يبقى حتى يومين ما يخسرش. وغنديروا ماسك 15 دقيقه حتى 20 دقيقه مره واحده في النهار.
نديرو اما بالليل اما في الصباح اما في العشيه نختاروا اي وقت يكونوا مرتاحين. كديري 20 دقيقه او 15 دقيقه وكتداومي عليه واحد 15 يوم راه الوجه ديالك تيتنقى وهذا كلهم مواد طبيعية. هاد الفواكه اللي ذكرتي لافوكا والخوخ والأفائدة ديال الخص وحتى هاد المواد اللي ذكرتي ديال الحمص والروز أكيد عندهم نتيجة كبيرة وبيض ديال الغد كينتاجمو مع بعضياتهم كيعطيو واحد المفعول قوي بزاف فعلا. لكن ممكن باقي الوقت نعطيك تبيض اليدين إيه تفضلي. الله يعطيك الخير أختي شكرا. غادي ناخذو أختي نص ديال غادي ناخذو نص كاس ديال الصابون البلدي نبداو نستعملو الصابون البلدي راه مزيان. غادي ناخذو نص كاس ديال الغسول طبيعي الغسول عادي ماشي الغسول البيض داك الغسول العادي اللي كنديرو اللي كنديرو الشعر ديال العيات كاس ديال الغسول. غادي ناخذوا اختي العزيزه معلقه ديال الصابون ديال الحجره ما نقولوش الاسم ديالو راه معروف. غادي ندوبوه وملي غيدوب يولي لنا كريمه ناخذوا منه معلقه وغادي ناخذوا معلقه ديال حب رشاد مطحون معلقه ديال حب رشاد مطحون. غنخلطوا داك الصابون البلدي وغنخلطوا داك الغسول وحب رشاد والصابون العادي غيولي لنا بحال شكل ديال الكريمه. ملي نكونوا باركين في الليل بغينا نعسوا غادي نرتاحوا بغينا نعسوا غنديروا يدينا نحركوا على يدينا من الفوق بحال كنديروا الحنه بحال ديك التربيطه اللي كنا نربطوا يدينا بالحنه نربطوا به يدينا ونخليه يرتاح واحد الساعه ولا جوج سوايع ومن بعد نغسلوا يدينا. راه ملي كتغسلي يدك ديك الساعه مع حب رشاد ملس والغسول ملس كيعطيك واحد النعومه في يدك كتحسي بيدك ديك الساعه رطابو ومن بعد كتعود عليه كيعطيك البياض ما كيبقاوش ديك الكحوليات الفران كيمكن لك غير الفران كيحرق لها يديها فعلا ما كتبقاش ديك الحرك الفران. هادو حوايج طبيعيين وكاينين في الكوزينه اللي كيصوبوا ورجال اللي كيصوبوا تما ايد كتكون عندهم كحله وايد كتكون بيضه يبداو يستعملوا هذا الماسك هذا راه زوين لليدين. يعطيك الصحة وشكرا لك اختي وشكرا لك تبارك الله عليك صباحك مبروك وما تغبريش علينا ومشكور على هذه المواصفات. الله يبارك فيك مرحبا بك مرحبا بك في اي وقت. شكرا لك بزاف على تواصلك معنا خالتي كنزة. نتمنى انكم تكونوا في الاستماع وسجلتوا بالنسبه للمستمعات اللي كانوا طلبوا لتبييض اليدين وللقناع البشره الجافه. نمشيو للمديونه معنا كرم على الخط. الو الو كرم لاباس عليك الله يبارك شي مزيان الحمد لله تبارك الله على السيدات المشاركات كاملين والمستمعين. بارك الله فيك لا كرامه وانت وحده منهم الله يطول عمرك. بارك الله فيك تفضلي. عندي انا لا سناء غادي نعطي واحد البيني بحال اللي كنشوفوه في الزنقه والسيدات كيديروا غيديروا في الدار. اييه واخا عندنا واحد من المقادير كيلو ديال الفورس نوع جيد كيلو ديال دقيق الفورس بيضه وحده جوج معالق كبار ديال الزيت جوج معالق كبار ديال الزيت جوج معالق كبار السنيده جوج معالق كبار ديال السنيده خماره وحده خماره وحده ديال الحلوه واحد لافاني اييه واحد كيس الفاني فاني خميره معيونه على حسب الوقت والجو على حسب الحال اللي كنسخن كنقلو الخميره الملحه المدافي باش تعجن كنعجنوا هذا الخليط كله كنخلطوا داكشي وكنعجنوا كندلكوها مزيان كتكون العجينه رطبه اييه كندلكو مزيان كنعطيو الدلوك ونخليوها كترتاح فكت ضعف الحجم ديالها من بعد كنرشوا الطابله بالفوق كنقطعوا هي الكويرات كنطلقوا بالمدلك وكنقطعوا بديك الدوائر اللي كيتباعوا ولا بالكاس الثانيه السيدات اللي بغات ومن بعد كناخذ واحد الغلاقه ديال البوديزه وكنثقبوا فيها البيني من الوسط باش كيجي داك البيني داك اللي فيه حفيره الوسط وكنخليهم حتى كيخمروا ونغطيهم ونخليهم يخمروا اييه المره الثانيه اييه من بعد كنديروا الزيت يكون كثير المقله يسخن نبداو نهزوا في البيني وكنحطوا ونهزوا بالمغرف ونخلو فوق من البيني باش كيتنفخ لينا بزاف هكذاك واخا نخلو الزيت بالمغرف باش كيتنفخ هادي ولا ما بغيناش نسوا داك البيني من الوسط نخليو غير دوائر وحتى دوك اللي حيدناهم بالغلاقه ديال البوليزات هما كيتقلاو كيجيو من الفوقين بزاف وخاوي من الوسط ما يعطيك الصحة إيه وكنحيدو من الزيت نديرو فوق واحد القاع تنشاف مصفلين هذاك الزيت ومن بعد ما نبداو في السنيدة ولا نعمروهم بالكونفيتير من الوسط ولا شكلاط ولا أي حاجة إيه كيف اختيار ديالنا الطريقة ديالنا. عندي واحد البغرير سهل يعني السيدات ولو يكون البغرير ما يصدقش لها هذا يصدق لها واخا مبتدئات ولا إيه واخا عندنا واحد جبانية ديال طحين ديال القمح سبيسيال اييه زلافه ديال الطحين ديال القمح اييه الحرش اييه زلافه ديال الماء زلافه ديال الماء جوج معالق كبار ديال العصير الحامض جوج معالق كبار ديال العصير الحامض اييه معلقه كبيره ديال الخميره معجونه معلقه كبيره ديال الخميره معجونه خماره اييه من الاحسن سيدات الخمارات اللي غنديروا ديك ديال 8 غرام واخا يكون مفعول ديال اكثر الملحه على حساب الملحه كناخذوا في واحد الطاوله كنخلطوا داك
سبيسيال والماء والملحه والخميره المعجونه يعني كنديروا اييه كنديروا الطحين حرج والماء اييه على دافي وإلى تقدر إلى تكون هذيك بالحاش يكون يشرب لينا الماء نقدر نديرو حتى جوج فونس على حساب مهم ما يجيناش عاوتاني جاري ما يجيناش قاطح بزاف ايوا عينا ميزانه مهم كنخلطو الصاو وكنخلوه في الخلاط الكهربائي لا واخا لا سمحتي كنخلطو كلشي في الخلاط الكهربائي لا كنخلطو غير سبيسيال والماء والملحه والخميره معجونه ايه صافي ملي كيتخلطو مزيان حتى كيولي دايرنا في القاعات كنرجعو لهذيك الطاوه من بعد كنزيدو ليه ديك الخمارة ديك الخمارة اللي عندنا وديك الجمعة الكبار ديال العصير الحامض كنخلطو يدويا هكاك واخا كنخليوه يخمر ملي كيخمر لينا كنبداو نخبزو كيجي مشهد خفيف زوين السيدات الا تقول لك البغره ما يسبقش تقدر تكون من المقله المهم واحد النصيحه المقله كاع السيدات تقدر يكون قاسها الزيت او شي حاجه كناخذ واحد الحفنه ولا نقول 4 معالق كبار ديال الحمراء ديال الطحين ديال الزرع اييه وجوج معالق كبار ديال الملحه والماء بارد عادي كنخلطوا هادشي كله نديروه في المقله ديال اللي ما كتلصقش ديال البغرير وكنديروه فوق البوطه كتطبخ اييه وهي كتطبخ وداك الشيء كيتمتص في المقله كتمص هذاك الشيء كيولي لنا بحال بحال داك الشيء بحال الثلج بيض كل شيء فوق من المقله نشفات من الماء كتنشف اي مفهوم الطريقه اييه كتنشف نهائيا من الماء صافي نحيدوه نغسلوه بواحد البونجا المقاديمه ديال البغرير تغسلها بونجا باش ما تشرط لينا ما والو اييه ولو الحق المقله ديال البغرير تبقى بوحدها ما نديرو فيها حتى شي حاجه حتى شي حاجه اييه يكون احسن هذه ولو السيده انه قاسها الزيت غديرها الطريقه بالطريقه المقله البغرير تماما يا واعره تبارك الله عليك الله يبارك فيك كنشكرك بزاف لالا اختك علينا عندي واحد النصيحه للملوي اييه تفضلي جات انه نسم الملوي يبقاو يسمنوا ديك الطريقه العاديه اللي كندير نسمنوا نلويو هذه طريقه سهله انه كناخذوا العجينه السيده تعرف هي العجينه ديال الملاوي هي معروفه كناخذوا كريسات كنديرهم على شكل اللي غنديروا رغيف مربعين كويرات صغار وكنخليهم نحطهم حتى كيطوعوا مزيان ندهنوا بالزيت ونغطيهم بواحد البلاستيك ويطوعوا من بعد كناخذوا الزيت الزبده والخماره فيها وكنبداو نقرصوا دائري نقرصوا بالزيت والزبده والخماره الحلوه حلوه مخلطين ونقرصوا داك الدائره الكره غنقرصوا على شكل دائره وكنشدوا الرشو في هذيك السميده ولا سبيسيال اللي بغينا وكنبداو نجمعوها عشوائيا فهمتي بحال هكا بحال كنطويو في الورقه البسطيله غير كنشدوها كنجمعوها نحطوها من بعد كنجيبوا الكره الثانيه كنقرصوها حتى هي بنفس الطريقه بنفس الطريقه وداك داك التكراس يكون رقيق بزاف وكنبداو نهزوا هذيك الاولى اللي درنا نهزو الطويه ديالها تجي لتحت مفهومة على اللسان الطويه ديالها تجي لتحت اييه هذيك الاولى الاولى نحطوا لها الطويه ديالها لتحت ونبداو نرشوا السيسيال عاوتاني ونطويو ديك الطويه العشوائيا وكنجيبوا الكره الثالثه وكنقرصوا عاوتاني الثالثه دابا كنقرصوا عاوتاني وكان نفس الطريقه وكنجيبوا هذوك الجوجات اللي وحده في وحده درنا كنزيدوا نخشيوها تما ونجمعوا وكنحطوها غير كطلع الشيء كنبداو نجمعوها كنحصلوا على مسمنه ملويه ملويه طريقه سهله ما فيهاش العذاب ما فيهاش العذاب والطريقه طريقه كيف ما قلتي سهله خاصنا غير نزيدوا نضبطوها لانه الى تصورات يعني نتمنى انه ان شاء الله الى كنتي صايبتيها تصوريها ولو فيديو يعني وحطوها في المنتدى هكا ديال مولاتي باش تكون فرصه للمستمعات انه يستافدوا من هذه الطريقه واخا يكون التصوير يعني ما فيهش ما واضح هذا ولكن على الاقل تمن غير الطريقه باش الناس يفهموا واخا وخا الله يبارك فيك كرامه ما سخيناش بك كنشكرك بزاف على هاد الاقتراحات وعلى هاد النصائح دائما اللي كتفيدي بها المستمعات انت وكل المغرب ديال الحادقات فين ما كنتو من داخل وخارج المغرب شنو رايكم مستمعينا غادي نديرو فاصل كنتمنى تكونوا نشتو معنا شويه مع هاد الاقتراح الغنائي من عند صابر فوندا اغنيه فايف ستار اللي كنوجه لهم تحيه كبيره نرجعوا لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه معنا عاطفه ام نعمه من اكادير الو الو عاطفه السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا. صباح الخير كيدايرين بخير؟ الحمد لله الله يبارك فيك. بغيت نشارك بهذا ما بغيتش نخلي المستمعات بلا عشاء. اييه. المستمعات عطاو الكوتي وهذا وقلنا بعدا نعشيو. هادشي اللي كاين اييه شي عشيوه خفيفه اييه واخا. وتحيه للاخ فلان. اييه. كيتحفنا بها. اييه اللي جا نورنا في السوديو اييه. ايوا راه ولد بلادي. ياك. اييه. اييه مرحبا. عندنا الكيش بالخضره كيش بالخضره واخا
يعني يمكن المستمعات يحضروا هذا الكيش من بالنهار وما خدامين في الكوزينه يعني تسبيق محضر هكاك تحضر 250 غرام ديال الدقيق و100 غرام ديال الزبده او 125 غرام اللي كيبغيها العجينه من يد ما كيدير نص نص هذا كينقص من الزبده كيدير 100 غرام وبيضه واحده وملح وما بارد يعني عندنا 250 غرام ديال الدقيق 100 غرام ديال الزبده او 125 بيضه ملح ما بارد كنجمعوا هاد المقادير كلهم وكنديروا وكنديروها واحد عجينه مجموعه وكنديروها في الثلاجه نص ساعه وكنسرحوها في المول ديال هذا ديال الكيش وكندهنوها بابيض البيض حيت الا كنا غنديروها مسطيبه باش كنوجدوها من الصباح كندهنوها بابيض البيض وكنقبوها بالفرشه هي تكوها مزيان حيت داك الابيض البيض كيمنع هذا الحشوه باش ما كتعجنش لينا العجينه هذاك ابيض البيض كندهنوا بها كندخلوها هذا الفران كنديروها مسطيبه اللي كنخرجوها كنكونوا مشحرين واحد البصله مع شويه الكفته والخيزو والقرعه والبزار والملح والجوزه يعني بصله كفته جزر قرعه البزار ملح جوزه كنشحروهم مزيان كنخليهم يبردوا اللي كنخرجوا ديك الطارت ديالنا من الفران كنديروا عليها هذا الخليط حتى يبرد عاد كنديروا عليها ملي كيبرد كناخذوا هذا كندير واحد الخليط ديال الياغورت فيه جوج بيضات جوج ياغورت طبيعي وربعه ديال الفرماجات وفرماج حمر محقوق والبزار والملح والجوزة والربع صافي هاد المقادير كلهم كنخلطوهم وكنخليهم فوق من داك الكفته والخضره وكنخليوه حتى للعشيه ونطيبوه يعني فيه واحد زعما مزيان هكا الطريقه باش كطيب نصيبه ولا كتجيب ابيض البيض باش كيمنع ديك العجينه ما تعجنش لينا بالخليط اللي غنخليوه فيها على طول النهار حتى الليل عاد باش يطيب ايه كيف قلتي عشيوه خفيفه بالخضره بالكيش بالخضره الله يعطيك الصحه ايوا هذا هو العشاء ديالي ما بغيتش نخلي مستمعات هكا الله يعطيك الخير بارك الله فيك ان شاء الله هذا راه عندي الاقتراحات اكيد ان شاء الله نتواصلوا معك عما قريب تبارك الله عليك عاطفة أم نعمة شكرا لك بزاف على تواصلك معنا من أكادير وتحية لكل أوفيائنا فين ما كنتوا من داخل وخارج المغرب كنشكركم بزاف على تواصلكم الدائم على كل هذه الاقتراحات اللي قدمتوا للمستمعات أكيد لأنه كلنا استفدنا من بعضنا فتحية لجميع المغربيات الحدقات إذا كنشكر كل المستمعات اللي تواصلوا معنا سواء عبر الأس أم إس رقم 5080 ولا عبر مكالمتكم الهاتفية تحية لبنى وهستقبل مكالمتكم الهاتفية صابر فوندا في الإخراج والبرمجة الموسيقية لحظات وغادي تلتقي وبعفاف ماجد وبرنامج سيداتي وسادتي والمزيد من النصائح المزيد